حياكم الله مشاهدينا من جديد. بنطلع من الصحة النفسية لموضوع التجميل والجمال. يقولون بأن من له إرادة عنده قوة، ونابليون أكد على أن الإرادة القوية تقصر المسافات، ونقدر نقول بأن هذه الحكم كانت عنوان شخصية ضيفتنا لليوم، خبيرة الجمال والتجميل، وأيضا اللي صنعت نجاح حقيقي للمرأة السعودية، ومثلت مهرجانات كثير للمملكة، مهرجانات الجمال والأناقة، الأستاذة لينا حجاوي. يسعد مساكي ومساك. نورتينا. السلام عليكم. الله ينورك حبيبتي. من هي لينا الحجاوي؟ لينا حجاوي، أنا كنت حاوية صراحة التجميل وبالذات الميك اب. كان عندي إرادة، خلصت الجامعة وحملت شهادة البكالوريوس، وبعدين بدأت شوية شوية أنمي موهبتي في الميك اب بالذات. سويت عدة دورات، بعديها صقلت الموهبة بالتجربة، يعني كثرة اني ازيد عدد دوراتي، باني ازيد عدد يعني ايش اقول لك، ازيد يعني الخبرة. الخبرة ايوه، الخبرة الاكثر. ايوه الخبرة. بعدين اخر حاجة بديت اسوي دورات عندي في المركز، بعد ما تعرفت ايوه في التجميل. ايوه في التجميل. نعم في التجميل. كيف يعني بدايتها انا صقلت نفسي، بعديها بديت ادرب. كيف كانت تجربة الناس اللي تدربوا عندك يعني يا لينا في التجميل؟ أنا كنت حابة أدرب أكثر حاجة الكونتور، كان عندهم مشكلة في الكونتور، فتعلمت أكثر حاجة يعني أنا بديت أشتغل عليها في نفس الكونتور. إيش المشكلة عندنا في الكونتور يعني بالنسبة للبنات؟ دائماً يكون يعني ما يقدروا الشيء الجميل يخفوه، والشيء القبيح كده يبينوه أكثر، فكان دائماً أكثر دورات اعتمدتها على الكونتور. إيش المعلومات الخاطئة اللي عندنا بالنسبة للكونتور؟ يعني كثير يبيضوا البشرة، عرفتي يعني يكون مثلا الوجه مرة كبير ويبيضوا البشرة أكثر، فما كانوا كثير زمان قابلين البرونز والألوان، إنه في ممكن كونتور يكون على برونز، يقول لك ليه سمرتيني؟ فشوي شوية بديت حتى في النت، بديت أعطي دورات في النت عن دورات أونلاين. أيوه في النت، أيوه عن طريق المنتديات، قبل ما زمان زمان الكلام هذا قبل 8 سنوات ما شاء الله. بس شوي شوية بدوا يسووا عندي دورات في نفس المركز، فبديت أعلمهم أول حاجة الكونتور، لأنه الكونتور جدا مهم في الميك اب. أنا بالنسبة لي الكونتور جدا مهم، بعدين الدمج الأشياء هذه والحمد لله ما شاء الله. طيب لينا، طبعا أنت مثلتي المملكة في مهرجانات تجميل كثيرة، يعني في دول كثيرة، دول عربية وأيضا دول أوروبية. صحيح. كيف كانت تجربتك هذه؟ صراحة يعني أولها في البداية أكيد في هيبة ورهبة أكيد في البداية، بس بعدين اللهم لك الحمد يعني مثلتها تمثيل جدا ممتاز. أول مهرجان كان لي انتر كوافير بالأردن، والحمد لله كان جدا ناجح. اتصلوا علي من أمريكا، طلبوني برضو في مهرجان اللي هو انتخاب ملكات جمال آسيا، أعطوني 4 مودلز مكياجت الأربعة، انتخبوا واحدة منهم اللي أنا مكياجتها كانت هندية من ضمنهم، كانت هي الوصيفة الأولى لملكات جمال آسيا، وكان جدا نجاح حلو يعني للسعودية بصراحة. والمرة الثالثة برضو في مصر دعوني لمهرجان الحب والسلام، كانت مشاركة رائعة جدا جدا صراحة، وإن شاء الله لي كمان إن شاء الله بإذن الله. هذه مع الإرادة والعزيمة نقطة يعني اللي أبي أكلمك فيها، الإرادة يعني إيش مثل إيه يعني ما شاء الله. أنا اللي عرفت يعني أن لك إرادة وعزيمة قوية. إيه الحمد لله. ما أحد أحبطك، ما أحد قال لك لا أبداً. بطلي شغل شوي، لا خلاص، ما في أحد. كيف تشجيع أهلك لك؟ مين أكثر شخص شجعك؟ صراحة أمي وأبويا، يعني بالذات أمي الله يحفظها يعني، ونجاحي كله أنا رضا والدين، دائما أقول نجاحي رضا والدين. فأهلي جدا، أمي بالذات جدا حمستني وشجعتني، والحمد لله بدأت مشواري، ويعني قلت لك بدأت موهبة، والحمد لله صرت مدرب اللهم لك الحمد. يعني حتى دربت في الأردن على الكيراتين، في أمريكا كمان علاج الشعر أيضا. أي علاج يعني الشعر مو فقط. نعم. الميك اب. نعم علاج الشعر. طب لو رجعنا بلينا مثلا من أول ما ابتدت والحين، لما تقارنين بين شغلك زمان أول ما ابتديتي وشغلك الحين،
وين تشوفين أكيد لينا؟ أكيد تشوفين في فرق شاسع؟ أكيد أكيد أقول إيش لك، أنا صقلت لما هي كانت موهبة وبدأت أصقلها، يعني أكيد في البدايات مو زي الآن أكيد. يعني أنا اشتغلت على نفسي كتير صراحة، رحت لبنان، سافرت في الأردن أخذت دبلوم، يعني ما خليت على، يعني الكويت أخذ دورات في الكويت، دبي أخذ دورات في أخذ دورات في تصفيف الشعر، بس للأسف يعني مو أنا، ما حسيت نفسي في تصفيف الشعر، الميك اب وعلاج الشعر أحس نفسي فيهم أكثر صراحة. واللي شجعني بالذات في علاج اللي هو الشعر أني أنا دارسة مايكروبيولوجي، فكنت أكتشف المركبات اللي داخلة خاصة اللي في داخل الكيراتين. المواد الكيميائية نعم نفسها. وأعمل عليها بحث وأشوف يا ترى إيش المنتج اللي هنا الكيراتين، لما موضوع الفورمالين وما فورمالين بديت هذه النقطة أدرس يعني كل ممكن لو حاجة. تكلمنا فيها لبعض المشاهدات يمكن تهمهم هذه النقطة، علاجات الشعر يعني سواء الكرياتين أو البروتين أو غيره، إيش الفرق بين هذه المواد كلها؟ شوفي هم بالأساس كلهم ينتموا لنقول مثلا شجرة العائلة، تمام؟ هم ينتموا للجد الكبير اللي هو الكيراتين، وبعدين ينزل الكيراتين والبروتين والكولاجين، ويعني صارت كثير علاجات ومسميات. صحيح انتشرت كثير العلاجات، بس هم يعني كلهم من إن أي عائلة واحدة تروح الكيراتين. تعالج شعرها أو شيء يقولونها لا في علاج وفي فرد، أي إيش الفرق أصلاً؟ نسبة الفورمالين، نسبة الفورمالين في كل ما زادت كل ما صار عندك المنتج يفرد أكثر، كل ما قلت كل ما صار علاج. زمان كنا قبل 8-9 سنوات تقريبا ما كان الكيراتين كتير مشهور بالذات المعالج، صحيح. كان أكثر حاجة اللي هو الكيراتين الفلبيني، الفرد نفسه. أيوة الفرد نفسه كانت له رائحة كتير قوية. شوية شوية بدأ يطلع المعالج، الناس ما تقبلت الفكرة بالبداية. نزلت أنا في منتدى كنت أنا مشاركة فيه، نزلت إيش الفرق بين المعالج والفرد عشان الزبائن كتير، كنت أشرح لهم يعني وقت طويل أشرح للزبونة أنه هذا معالج هذا فرد. شوية شوية الحمد لله الزبائن أخذت فكرة إيش المعالج، وانتشر بكثير الصراحة المدة الأخيرة كثير صار المعالج منتشر، سواء صحيح. فيلر بوتوكس، يعني مسميات يدورون كثيرة مسميات عرفتيها؟ كثيرة لكن الجد واحد مثل ما الجد قلتي. واحد، الجد هو الواحد، وشوية شوية دخلت من تحته مسميات، ولسه حنسمع مسميات تانية. أكيد. طبعا الحين الفورمالين في بعض الشركات تغير يعني حطوا عنصر غير الفورمالين في عشان يقولون إن المنتج. هذا نسبته علاجي أكثر ما هو فرد. اي بس هو يعني مع الكوي يطلع نسبة فورمالين جدا قليلة، يعني لا تكاد تذكر، يعني أول عن آخر الفورمالين هو اللي يفرد الشعرة، بس يضاف له كل ما كانت النسبة قليلة، وفي محسنات زي أحماض أمينية، في بروفيتامين 5، أشياء كثيرة هذه تنعم لك الشعر وتعطيه لمعة. فبالتالي يعني كل ما زادت المحسنات كل وقلت اللي هو الفورمالين كل ما كان علاج أكثر للشعر. ما شاء الله. وانا انصح فيه صراحه الكيراتين، انا مسويته بشعري وانصح فيه، يعني ما يدمر الشعر ولا يخربه زي اللي بيتكلموا فيه ابدا. اذا كانت التشخيص صح المنتج، هذا يرجع طبعا لخبيره التجميل او اخصائيه الشعر نفسها. بالفعل التشخيص جدا مهم لعلاج لعلاج الشعر جدا مهم. اذا كان التشخيص صح المنتج ذو جوده عاليه أكيد حيطلع الشعر رائع صراحة. أنا أقول لك صراحة الكيراتين هو يخفف التساقط، يعطي لمعة على الشعر، اللي شعره ما يطول بسرعة يطول الشعر. طيب وأنا أنصح فيه. طيب لينا يعني كأخصائية تجميل ما شاء الله في الميك اب تخصصتي وفي علاجات الشعر، نصيحة أخيرة لمشاهدات سيدتي يعني تعطيها لهم سواء في الشعر أو سواء في الميك اب. شوفي بالنسبة للشعر اهتموا في الشعر، كل ما اهتميتي بالشعر من الداخل، يعني الغذاء له دور صراحة، كل ما صار شعرك أفضل. الزيوت أنا عندي مشكلة دائما مع زبايني أن الزيوت يحطوها من فوق لتحت، يخففوا من فوق يكتروا من الأطراف، وبالتالي تجيني الشعرة جدا متقصفة جدا تعبانة. هي مو المشكلة في الأطراف، هي المشكلة غذي الفروة أكيد حيضبط معك، يعني غذي نفس البصيلة شعرك حيتغذى، فبالتالي ما بيجفف الشعر. فلازم نهتم بالغذاء،
نحافظ على شعورنا من الاستشوارات والسيراميك الكثير هذه أنا ما أنصح فيه، أو إذا تبغي تسويها ممكن حماية. الآن كثير شركات تحط لك حماية ما قبل الاستشوار، حماية ما قبل السيراميك، سهلت علينا كثير، سهلت عليك أنك تضرري شعرك. كلها هذه حرارة. الغسيل كمان له دور، لا تحطي البلسم على فروة الشعر، حيصير عندك زيوت، بالتالي حيصير عندك قشرة دهنية، بالتالي حيصير عندك تساقط. فاهتمي بشعرك أشياء بسيطة اهتمي فيها، فإن شاء الله يعني حتلاقي شعرك جدا جميل. هذا بالنسبة للشعر. طب بالنسبة للبشرة؟ للبشرة كمان أنا دايما أقول التغذية، التغذية حتى للبشرة جدا يفيدها. نكثر من الفواكه والخضار حتفيد بشرتنا. الماء، كثرة الماء سواء للبشرة ولا الشعر، الماء جدا يعني مفيد للبشرة، بحيث حتى يخفف التجاعيد، يعطيك رونق حلو يعني اللي كثر شرب الماء. الأسماك برضو مفيدة للشعر، مفيدة للبشرة، أنا أنصح بالأسماك. ما تكثر كتير الفاونديشن، أو حط حماية كمان قبل ما تستخدم الفاونديشن، يعني الفاونديشن للضرورة القصوى، البساطة جميلة دائما. أي البساطة جميلة، يعني الفاونديشن للمناسبات الجدا كبيرة، لكن في الأيام العادية ما له داعي، خلاص اللي هو الحماية وخلاص. صحيح. يعني ما نحط كثير، نرهق البشرة، نرهق شعرنا، المفروض نكون بسيطين في كل شيء، يعني التعادل حلو. صحيح. لينا حجاوي أعطتينا كثير من الأمل، وأعطتينا كثير يعني من النصائح بالنسبة للشعر والبشرة، نورت سيدتي وما قصرتي. الله يسلمك، منورة بوجودك، يسلم كثير، الله يعطيكم العافية جميعا. مشاهدينا فقرة سيدتي لا زالت مستمرة، ابقوا قريبين. في سيدتي بعد الفاصل. من موقع سيدتي دوت نت نتحدث عن الطفل البكوري، من هو وما هي صفاته؟